مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة. ويسرني أن استضيف في هذه الحلقة الملحق العسكري الروسي في إثيوبيا سابقا السيد ستانيسلاف ميزنسف. تابعوا هذا الملف ثم نبدأ الحوار. اتصف القرن الإفريقي بأهمية بالغة في حسابات موسكو إبان المواجهة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الباردة. وقد سعى الاتحاد السوفيتي جاهداً إلى تعزيز وجوده في هذه المنطقة، خصوصاً بعد أن فقد نفوذه في مصر في منتصف سبعينات القرن المنصرم. كما أن الحصول على قواعد بحرية على رأس القرن الإفريقي كان يتيح له فرصة التحكم بمضيق باب المندب وموازنة التواجد العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي بشكل عام. في عام 1977 طرأت انعطافة حادة على موقف الاتحاد السوفيتي من حليفه الصومالي في المنطقة، إذ سعى في البداية إلى المصالحة بينه وبين إثيوبيا وزعيمها الماركسي منغستو هيلي ميريام في الخلاف حول إقليم أوغادين وإريتريا. في هذا الخصوص كتب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوبي كارلوس رافائيل رودريغيس يقول: اقترحت كوبا إقامة اتحاد فيدرالي بين بلدان القرن الإفريقي أو إيجاد صيغة أخرى للتعاون، غير أن جميع محاولات الاتحاد السوفيتي وكوبا لتسوية الوضع في القرن الإفريقي بالطرق السلمية لم تكلل بالنجاح. وبعد أن قام محمد سياد باري بالتدخل العسكري في إثيوبيا في يوليو من عام 1977، فقد الاتحاد السوفيتي الأمل في إمكانية المصالحة بين البلدين، وقرر تغيير الحليف والرهان على إثيوبيا، خاصة وأن القانون الدولي كان إلى جانبها في مسألة العدوان الصومالي وحق إثيوبيا في إقليم أوغادين. وفي إطار هذه التطورات الانعطافية، وصل إلى موسكو الزعيم الإثيوبي منغستو هيلي ميريام يطلب دعماً عسكرياً من موسكو، فوافقت الأخيرة مباشرة على تقديم الدعم العسكري الفوري وفتح جسر جوي لدعم أديس أبابا على غرار الجسر الذي أقامته مع مصر وسوريا في حرب أكتوبر عام 1973. كما تم نقل آلاف الجنود الكوبيين واليمنيين إلى إثيوبيا لمواجهة القوات الصومالية التي كانت حتى ذلك الحين قد استولت على ثلث أراضي إثيوبيا تقريبا. وعندها أدركت الولايات المتحدة أن الصراع على القرن الإفريقي قد تكلل بالخسارة المدوية بالنسبة لها، وعندئذ قرر الأمريكيون التأثير على الوضع باستخدام البلدان الحليفة لها في المنطقة، وأصبح على المملكة العربية السعودية دفع فواتير الدعم العسكري الأمريكي للصومال في حربها ضد إثيوبيا. وكانت الولايات المتحدة تراهن على إغراق السوفييت والكوبيين في المستنقع الإثيوبي بأموال خليجية. فهل نجح هذا المخطط؟ يجيبنا على هذه الأسئلة وغيرها ضيف هذه الحلقة من برنامجنا. سيادة العقيد ستانيسلاف ميزنسف، مرحبا بك، سعد بلقائك من جديد في برنامجنا. أهلا بكم، وأنا سعيد أيضا. في عام 77 من القرن المنصرم، عندما وصل الخبراء السوفيت على جناح السرعة إلى إثيوبيا لمساعدتها وإغاثتها في حربها مع الصومال، أصيبوا بصدمة حقيقية. ولم يكن سبب ذلك أن الإثيوبيين لم يكونوا يتقنون فنون القتال وحسب، بل لأنهم لم يكونوا قادرين حتى على إطلاق النار من بندقية، أي أن الأمريكيين لم يعلمهم شيئاً أبداً باستثناء إعداد كتيبتين خاصتين، وهذا طبعاً خلافاً للسوفيت الذين دربوا الصوماليين على القتال بكفاءة. وأدرك الخبراء السوفيت أن إنقاذ الإثيوبيين يتطلب القيام بمعجزة، وقد تحققت بالفعل هذه المعجزة، لأن الاتحاد السوفيتي استطاع خلال الشهرين انتشال الإثيوبيين من هزيمة كارثية، وطبعاً تم ذلك بمساعدة القوات الكوبية، علماً بأن أحداً لم يكن يتوقع أن هذا الأمر يمكن أن يتحقق في غضون شهرين أو ثلاثة فقط، أي إعادة تجهيز الجيش الإثيوبي بالكامل. كما أن الخبراء السوفيت اضطروا لتعليم الإثيوبيين القتال على طائرات أمريكية كانت موجودة لديهم ضد طائرات سوفيتية من طراز ميج كان قد زود الصومال بها في السابق. نعم يا خالد، أعتقد أن تقويمك للوضع في غاية الدقة، ونحن هنا نقترب من مشهد هام جدا في التاريخ الذي يتكرر أحيانا. لم تكن تلك المرة الأولى التي يظهر فيها الاتحاد السوفيتي بذاك الحجم قدرات العسكرية الاستراتيجية الهائلة. لقد أظهر ذلك لا لسياد بري وإنما لإفريقيا كلها وللأمريكيين أيضا. أنت على حق،
فبالنسبة للأمريكيين أيضا كان ذلك صدمة بكل معنى الكلمة. 225 طائرة نقل اشتركت. بواسطة 225 طائرة شكلنا جسرا جويا في إثيوبيا عمل بلا توقف. كانت الطائرات تهبط كل نصف ساعة. كانت تلك عملية عسكرية هائلة فريدة من نوعها تماما لنقل القوات والعتاد جوا إلى مسرح عمليات آخر. تمثلت خصوصية العملية في أن السلاح كان ينقل من الاتحاد السوفيتي إلى إثيوبيا مرورا باليمن، أي التوقف في عدن للتزود بالوقود. بعد ذلك كانت تواصل رحلتها من إثيوبيا إلى أنغولا لتعود بالعسكريين الكوبيين من هناك. كما أن الآليات الحربية المنقولة جوا كانت تنطلق فورا من حالة الحركة العملية إلى ميدان القتال للمشاركة في حرب أوغادين كما سميت آنذاك. فالجيش الإثيوبي فعلا لم يكن مستعدا للقتال. في تلك المرحلة الأولى التي وصفتها بدقة كان الأمريكيون يقدمون مساعدة عسكرية واسعة النطاق، لكنهم في الواقع جهزوا كتيبة أو كتيبتين فقط شاركت في الحرب الكورية. أما باقي الجيش فكان أشبه بالدمى عمليا. آنذاك تولى نائب القائد العام القوات البرية فاسيلي بيتروف الإشراف على تلك العملية الخاصة بنقل القوات والعتاد. كما أن جزءا كبيرا من مجموعة الخبراء والمستشارين السوفيت نقل أيضا من الصومال إلى إثيوبيا. هؤلاء الخبراء كانوا يعرفون خير المعرفة كيف سيحارب وكيف سيتصرف الجيش الصومالي، فهم بالذات شكلوا ودربوا هذا الجيش. لذا في النتيجة النهائية كان النجاح بانتظار الإثيوبيين، إذ تمكنوا من سحق الصوماليين وطردهم. وهنا بالذات يكمن خطأ سياد بري الذي أدرك أنه ارتكب خطأ. تذكر زيارته الشهيرة الخاطفة إلى موسكو عندما كان المسؤولون في الكرملين مترددين بشأن التعاون مع الزعيم الإثيوبي منغستو. فالاتحاد السوفيتي، ويجب قول الحق هنا، حاول تسوية العلاقات بين إثيوبيا والصومال وحاول وقف مغامرة سياد بري في إثيوبيا. والكوبيون حاولوا إقناعه مراراً. الكوبيون برئاسة فيديل كاسترو أيضاً. طبعاً ونحن كنا نعمل مع أديس أبابا أيضاً ومع الصومال قدر استطاعتنا آنذاك لتفادي وقوع الحرب. لكن الأمر يكمن في أن منغستو لم يكن مستعداً للاستماع إلينا، والآخر تمد في غيه وفعل ما أراد. حقاً فإن الصوماليين أصيبوا بصدمة كبيرة عندما فوجئوا بجيش الكوبيين في أرض المعركة. لم تكن لديهم معلومات عن وجودهم في إثيوبيا. وبحسب شهادة أحد المشاركين في معركة أوغادين الرائد فيكتور كوليك، فإن الأثيوبيين ما أن رأوا دبابات صومالية حتى فروا هاربين. عندئذ راح أحد قادتهم العسكريين يصيح بهم: جنرال روسي معنا، ومعنا المقاتلون الكوبيون، هيا إلى الأمام. وعندئذ فقط دبت فيهم الحمية للقتال، استداروا وبدأوا بالهجوم. وهنا أود أن أتلو عليك شهادة أخرى للخبير السوفيتي اللواء نيكولاي أليشانكا. يقول: أحيانا كنت أشعر بضيم مهين عندما كنا نتقافز كالأرانب تحت انفجارات القذائف التي تطلقها المدفعية الصومالية، مدركا أنهم يقصفوننا من مدافع السوفيتية وبقذائف صنعت في المصانع السوفيتية وبأيدي عمال سوفيت، وأن الذين يقصفوننا أناس نحن من علمهم الرمي بتلك المدافع. هذه مأساة السياسة الكبرى ومأساة من ينفذها. ومما يؤسف لها أن النزاع الصومالي الإثيوبي كان على هذا النحو تحديدا، انخرط فيه عند هذا الطرف وذاك خبراء ومستشارون سوفيت. تعلم ولا شك أن الانسحاب من الصومال لم يكن بالأمر اليسير علينا معنويا. عندما جاء خبراؤنا إلى إفريقيا كان موقفهم إيجابيا من البلد المضيف. لم يكن لدى المواطنين السوفيت ماض استعماري، معظمهم على العموم لم يسافر خارج البلاد سابقا. نحن لم نعترف بالعنصرية، بل بالعكس كنا نكافح من أجل وحدة جميع الأمم والقوميات. كنا مخلصين في موقفنا من السكان المحليين، والحقيقة أننا بذلك أدهشنا بل وصدمنا الأفارقة عندما أخذنا نعمل سوية معهم. هاك مثالا حيا على ذلك: عندما تحولت اهتماماتنا من الصومال إلى إثيوبيا، حلت في منطقة إريتريا أول مجموعة من مستشارينا، وكان الأمريكيون قد تم طردهم من هناك بينما بقيت القاعدة نفسها في أسمرة، إلى حيث وصل مستشارونا
وكما يتذكر شهود عيان على تلك الأحداث، خرج عمدة مدينة أسمرة حيث تلك القاعدة حاملا مفاتيح المدينة، إذا جاز التعبير، للقاء كبير مستشارين العسكريين الفريق بيوتر تشابليغن، وهو مستشارنا الذي مر بخبرة عسكرية كبيرة وأمضى سنوات في معارك الحرب العالمية الثانية، يخرج من الطائرة بلباس الميدان على أتم استعداد للعمل فورا، بينما يستقبلونه حاملين مفاتيح الفيلات التي أجرها الأمريكيون الذين غادروا وتركوا كل شيء كما هو، حتى السيارات المزودة بالبنزين. وهكذا تم تقديم كل هذا إلى جماعتنا مع خطاب مفاده أن بإمكانهم الاستفادة من الممتلكات الأمريكية دون تحفظ. كبير المستشارين العسكريين السوفييت نظر إلى الإثيوبيين وقال: من تظنوننا نكون؟ لقد أتينا إلى هنا لنقدم لكم مساعدة أممية، فعن أي فيلات وعن أي ممتلكات أمريكية تتحدثون؟ أما فيما يتعلق بالصوماليين فقد طردونا بكل قسوة. طلبوكم بمغادرة البلاد في غضون 3 أيام. نعم، أعطونا مهلة أسبوع لإجلاء القوة. إلى جانب ذلك، حاصروا الحي العسكري حيث كان يوجد آلاف من خبرائنا العسكريين والمدنيين، حوالي 2000 أو 3000 شخص. وبغية إخراج خبرائنا من هناك، اضطررنا أن نقوم باستعراض عسكري بقصد الترهيب، فتم من إحدى السفن المضادة للغواصات إنزال استعراضي لمجموعة من مشاة البحر البحرية السوفيتية من القوات الخاصة على ناقلات الجند المدرع بسلاحهم الميداني الكامل. بعد ذلك سرعان ما فهم الصوماليون كل شيء. رفعوا بعد ذلك الحصار وتفرقوا في كل الاتجاهات. أدركوا فورا أن من الأجدر بهم ألا يواصلوا التصرف بهذا الشكل. وهكذا تحولوا من أصدقاء وإخوة إلى أعداء ألداء دون مسوغات مفهومة، إذ لم يكن بإمكاننا الاستمرار في دعم بلد قام بغزو بلد مجاور، كما أنهم أهانوا الكوبيين على وجه الخصوص. لأن القرار بالتحول لم يتخذه المستشارون العسكريون، فهم ينفذون الأوامر فقط، وهذا ما جرى في مصر في عام 72. كان الوضع مشابها تقريبا. بالمناسبة، الزعيم الإثيوبي منغستو تصرف كما يبدو لي بقدر كبير من الخبث والدهاء. كان يدرك طبعاً أنه إذا راهن على التعاون مع الاتحاد السوفيتي فسيحصل على فائدتين: أولاً يحرر أراضيه التي احتلتها الصومال، وثانياً قدم وعداً للاتحاد السوفيتي بتقديم قاعدة عسكرية بحرية في ميناء مصوع قبالة الشواطئ الإريترية، وبالتالي دعا الخبراء العسكريين السوفيت للعمل في أراضي إريتريا التي كانت تخوض حرباً انفصالية ضد أديس أبابا. وهكذا طلب منغستو المساعدة من السوفيت في مسألة التغلب على التمرد الإريتري، أي أنه عملياً أراد حل جميع مشكلاته المتعلقة بالأراضي عبر تحالفه مع السوفيت. وكتب أحد الباحثين السوفيت في هذا الشأن يقول، وربما على سبيل السخرية، إن الاتحاد السوفيتي اختار بين الأطراف الثلاثة الصومال، إثيوبيا، إريتريا، التحالف مع أسلاف أكبر وأشهر الشعراء الروس ألكسندر بوشكين. فمن المفترض أن لبوشكين جذورا إثيوبية، صحيح؟ نعم، لبوشكين فعلا جذور إفريقية، والإثيوبيون يصرون على أنه شاعرهم. لقد جرت أبحاث معينة حول هذا الموضوع، كما أن الصورة الجانبية لبوشكين عن بعد تذكرنا فعلا بالإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي. بودي أن نعود إلى موضوع النزاع الصومالي الإثيوبي وإلى أبعاد ذاك الصراع. الأمريكيون عند مساعدتهم للصوماليين راحوا يقدمون لهم السلاح فورا، ولكن بأموال سعودية، أي أن الأمريكيين طلبوا من السعوديين دفع ثمن الأسلحة، أي تسديد 400 مليون دولار تقريبا، معللين بأن النزاع يجري على مقربة من المملكة والتمدد السوفيتي هناك يهدد أمنهم وعليهم تسديد الفواتير، أي كما كان الحال أثناء عملية عاصفة الصحراء أثناء تحرير الكويت. أما الاتحاد السوفيتي فكان يقدم المساعدة لإثيوبيا على حسابه الخاص، وهذا كله كان يكلف مبالغ كبيرة، فتكلفة تلك الإمدادات الهائلة وإقامة الجسور شكلت حوالي 1 مليار دولار، وهذا مبلغ ضخم بمقاييس ذاك الزمن. إذن كانت باكستان وإيران والسعودية وبعض بلدان الخليج الأخرى إضافة إلى الصين كانت تساعد الصومال، وحتى الرئيس المصري أنور السادات وعد بتقديم المساعدة للصومال في حال تجاوز الإثيوبيين الحدود الصومالية. ومن جهة أخرى كانت البلدان الاشتراكية الأعضاء في حلف وارسو إلى جانب إثيوبيا طبعا، فضلا عن الكوبيين الذين كانوا يقاتلون على الخطوط الأمامية، أي أنهم كانوا القوة البشرية الضاربة الرئيسية. 18,000 عسكري كوبي شاركوا في القتال، أي أنها كانت حربا عالمية مصغرة. يعني هل كان الأمر مبررا أصلا؟ ما رأيك؟
هذه المنطقة حظيت ولا تزال تحظى باهتمام كبير للغاية، وأحداث اليوم تبين أن القرن الإفريقي وتحديدا مضيق باب المندب وقناة السويس هو أقصر طريق بحري للتواصل بين أوروبا وآسيا، وعمليا بين أوروبا وإفريقيا. ليس ثمة منطقة أكثر فائدة وأهمية بالمعنى العسكري الاستراتيجي والجيوسياسي. هناك بالطبع نقاط هامة جدا، ولكن مما لا جدال فيه أن هذه المنطقة تبقى من أكثرها أهمية. وهل هناك ثروات طبيعية ذات قيمة في تلك المنطقة؟ كلا كلا، يكمن الاهتمام بها فقط في الناحية الجيوسياسية، لا شيء هناك. ربما من المتوقع أن يكون لدى الصومال شيء ما. وماذا بشأن بناء مطار لمركبة بوران الفضائية؟ نعم، كان ثمة عدة مطارات صالحة لهذا الأمر. ففي ليبيا في الجفرة أنشئ مدرج للإقلاع والهبوط بطول 4.5 كيلومترات، كان مخصصا للاستخدام المحتمل لمثل هذه الأغراض. وفي بربرة كانت ترابط قاذفات تو-95 الاستراتيجية بعيدة المدى التي أنشئت لها قاعدة خصيصا هناك. على العموم، ومنذ البداية في سبعينيات القرن الماضي التي نتحدث عنها الآن، كنا نعول على أنه ستكون لنا في الصومال نقطة ارتكاز في السياسة العالمية. الثمن كان يدفع تحديدا من أجل النفوذ الجيوسياسي، وكما عبرت أنت رمزيا بشكل صحيح، كانت تدور رحى حرب عالمية مصغرة ليس من أجل منطقة ما بحد ذاتها، بل كانت تلك الحرب لاعتبارات توازن القوى بين البلدين والتأثير الخارجي على جميع السياسات العالمية. من المناسب هنا العودة إلى بريجينسكي السياسي الأمريكي الكبير والمناهض اللدود للاتحاد السوفيتي، وبشكل أكثر تحديدا إلى ما قاله عن معاهدة سالت للحد من الأسلحة الاستراتيجية. هذه المعاهدة صارت رمزا للانفراج بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، رمزا لمرحلة سبعينيات القرن الماضي. ولكن مع مرور الوقت كتب زبيغنيو بريجينسكي داعيا للحرب: المعاهدة حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية قد تم دفنها في رمال أوغادين، أي أنه قصد أن مساعدتنا لإثيوبيا في حربها ضد الصومال أنهت مرحلة الانفراج بيننا وبين الأمريكيين. تلك الحرب العالمية المصغرة أشرت للانتقال إلى طور جديد في الجيوسياسة على نطاق عالمي. هذا هو السبب الذي جعل كل تلك الأحداث على ذاك القدر الكبير من الأهمية. الغريب أنها أصبحت منسية بعض الشيء في أيامنا هذه، لقد صارت طي الماضي. المنطقة لم تفقد أهميتها كموقع جيوستراتيجي، والقرن الإفريقي لا يزال اليوم يشكل أهمية لأسباب أخرى هي القرصنة وبضعة مجموعات عسكرية بحرية منتشرة هناك، لأن من يسيطر على المنطقة بين اليمن والصومال وجيبوتي، أي على هذا البرزخ الصغير، يسيطر على كل شيء في المنطقة. وأخذاً بعين الاعتبار أن الاتحاد السوفيتي كان موجوداً في اليمن الجنوبي، أي أننا كنا نتحكم بالممر من جهتين، يعني عملياً كان الاتحاد السوفيتي موجوداً على جانبي مضيق باب المندب، وهذا كان له أهمية استراتيجية خاصة، وهذا بالذات ما جعل الأمريكيين في حالة من الرعب، ولذلك لم يبخل السعوديون بالمال لتسليح الصومال. مصر انخرطت في العملية بنشاط كما أشرت بحق، ولكن الأمريكيين لم يتمكنوا من إغراق السوفييت في المستنقع الإثيوبي كما خططوا له. كانوا يريدون أن تنجر كوبا والاتحاد السوفيتي إلى تلك الحرب وأن تستمر أطول وقت ممكن وألا يكون فيها لا غالب ولا مغلوب، ولكن فشلت هذه الخطة، وفي تلك الحرب انتصر الاتحاد السوفيتي بسلاحه ومستشاريه والكوبيون بقوتهم البشرية الضاربة. إنهم كانوا القوة البشرية الرئيسية. صحيح، لأنهم كانوا في المقدمة، ووراءهم سار الجنود اليمنيون حوالي 2000 شخص، أما الجناحان فكان يغطيهما الإثيوبيون. أي أن العمليات القتالية قام بها مقاتلون مجربون كوبيون خاضوا الحرب قبل ذلك في أنغولا، ولهذا السبب تراجع الصوماليون بسرعة. لم يكن هناك مثيل للكوبيين. أود أن أقرأ عليك مقتطفاً من مذكرات كارين بروتنس، وهو سياسي سوفيتي كان النائب الأول لرئيس قسم العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي، أي كان مهندس السياسة الخارجية للحزب الشيوعي السوفيتي في بلدان العالم الثالث. يقول: في ستينات القرن الماضي اكتسب الاتحاد السوفيتي نقاط ارتكاز في القارة الإفريقية، لكن أول خيبة أمل أصيب بها كانت في هذه القارة بالذات. صار جلياً عجز الأنظمة الإفريقية عن العمل على حل المشكلات الاجتماعية وخاصة الاقتصادية.
وبات واضحا أنها عرضة للفساد والانحطاط إلى درك الدكتاتورية. لقد بلغنا في تقدير رسوخها واستعدادها للأخذ بتوصيات الأصدقاء السوفيت بين قوسين، والمثال على ذلك مشاركتنا في الشؤون الإثيوبية. فالنظام الذي هب الاتحاد السوفيتي لمساعدته ساعة العدوان الصومالي انحط إلى درك دكتاتورية دموية. بالطبع لا يمكننا القول إن موسكو كانت معجبة بتلك التصرفات، فقد أثارت مواصلة الحرب على إريتريا استياءً خاصاً لديها، وكذلك رفض الأثيوبيين البحث الجدي عن تسوية سياسية على قاعدة حكم ذاتي حقيقي لإريتريا. ولكن يكمن الأمر الرئيسي في أن التنازل عن المواقع المكتسبة لم يكن مألوفاً آنذاك، لا سيما وأن الأمريكيين قد بدأوا يتلمسون مداخل لهم إلى إثيوبيا. ما رأيك بهذا الكلام؟ هذا مقطع دقيق ومتميز في دلالته. ما تلوته هو كلام شخص خاض غمار السياسة في الواقع. أنا أتفق مع جميع ما ورد تقريبا، لكنني أود الإشارة إلى أمر واحد فقط لا يرد في أي مكان عمليا، وهذا يبدو لي غير عادل. كل شيء كما جاء في الاقتباس: شغف كبير فعلا، وسباق تنافسي، ومعركة بين دولتين عظميين على إفريقيا. هذا ليس خطاً مرسوماً لاعتبارات سياسية، بل رد فعلاً على تحديات ومخاطر. إذا تكلمنا مجازاً فهو لإلحاق الأذى بالأمريكيين وانتزاع زمام المبادرة. تضاف إلى ذلك طبعاً الخلفية الأيديولوجية، إذ كان يجب تمرير أيديولوجيتنا واكتساب أصدقاء. فأين يمكن اكتسابهم إذا كان العالم كله قد تم تقاسمه؟ كان يمكن اكتساب الأصدقاء داخل الخريطة السياسية لإفريقيا الوليدة. وضع اليد على ما هو مهمل. نعم، كانت هناك عملية التقاسم، تقاسم الفراغ السياسي، وفي هذه الحالة أيضا لا مجال للاعتراض، ولكن غالبا ما يبالغ السذج بتقويم مساعدتنا لتلك البلدان، وخاصة مساعدتنا المالية، ولا يقدرون حق التقدير ما كان يحصل عليه الاتحاد السوفيتي بالمقابل، فضلا عن وجود القواعد العسكرية في القرن الإفريقي واعتبارات المواجهة بين الدول العظمى. يجب أن لا ننسى أن جميع أحجام تلك المساعدات والأرقام التي ذكرناها الآن أنا وإياك، ولنقل مليار دولار على سبيل الافتراض، ليست إلا مجرد أرقام. فالاتحاد السوفيتي لم يوظف دولاراً واحداً في إفريقيا. أقول ذلك وأنا مسؤول عن كلامي 100%. إذن من أين جاءت هذه الأرقام؟ لم تكن لدينا دولارات أساساً، وسأشرح لك الأمر. تنجم هذه الأرقام عن ظاهرة الاقتصاد على أساس التخطيط في الاتحاد السوفيتي. فما الذي كان يجري؟ الروبل وحدة نقدية افتراضية لعمل الآلية الاقتصادية الداخلية. على هذا الأساس كان يقوم اقتصاد الاتحاد السوفيتي. أما الإمدادات كقروض للدول الأخرى عبر وزارة المالية والمصرف المركزي، فكانت تحدد بالدولار إصطلاحاً. نحن كنا في ظروف الحصار الدولي، لم تكن لدينا أي دولارات، لم نكن منخرطين في الاقتصاد العالمي، فكيف يمكن القول إننا وظفنا ملايين الدولارات؟ لم تكن موجودة لدينا تلك الملايين من الدولارات. بتلك المساعدات لدول العالم الثالث كنا نخلق الظروف لتطوير صناعتنا. لم يكن الأمر مقتصرا على الدبابات، بل كنا نبني في إفريقيا محطات للكهرباء والمصانع والمنشآت المختلفة. نعم، كنا نقوم بذلك بالمجان عمليا، ولكن وأكرر القول، كنا نقوم بذلك لا من أجل إنقاذ إفريقيا وإعالتها أو لشيء آخر من هذا القبيل، كلا، كنا نعمل على حل مشكلات داخلية اقتصادية، بل لتشغيل الاقتصاد وتوفير أماكن العمل. نعم، ماذا كان سيحصل لو لم يكن لدى الاتحاد السوفيتي طيلة تلك السنوات سوق للتصريف مثل ذاك؟ عشرات آلاف الشاحنات المخصصة للأماكن الوعرة من طراز أورال صدرناها إلى إفريقيا، فهل تتصور ماذا يعني ذلك؟ هناك أيضاً آلاف ومئات الآلاف من الآليات المدرعة والجرارات والعنفات، كل ذلك كان يصنع عندنا ويوفر أماكن عمل ويضمن تنمية صناعتنا. فإن كنا سنذهب بكل هذه المنتجات الثقيلة لو لم نقدمها ولو على أساس القروض لدول العالم الثالث؟ الجيش السوفيتي كان بحاجة إلى كميات معينة من معدات ما،
نحن أغرقنا أنفسنا بأنفسنا بهذه المعدات، فما العمل لاحقا بها؟ ما السبيل للحفاظ على القدرات الإنتاجية؟ لقد وجدنا المخرج في الدول النامية. يجب أن لا ننسى أن الاتحاد السوفيتي استخدم بكل دراية كل إمكانية لحقن اقتصاده. لاحظ أن المرافقة الفنية وعمل المستشارين كانت تعويضاتها تسدد جزئيا بالعملة الصعبة من طرف البلدان التي كانوا يعملون فيها. في بلدان العالم الثالث كانت تتوفر عائدات ما غير كبيرة بالعملات الصعبة. وأكد لك أن كل ما كان لدى مانغيستو من عملة صعبة كان يذهب إلينا مقابل ما نقدم له من مساعدة، أي أننا كنا نورد إلى هناك المعدات المنتجة بالروبل ونستلم مقابلها بالدولار. أخذنا من الجميع ما عندهم. سيادة العقيد ستانيسلاف ميزنسوف، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث الممتع جدا، وآمل أن تجد وقتا لنتحدث في مواضيع أخرى. شكرا لك. شكرا لكم أيضا، كان اللقاء ممتعا لي. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الملحق العسكري الروسي في إثيوبيا سابقا السيد ستانيسلاف ميزنسوف. نحن نسمع القادم حلقات جديدة في أمان الله.